ما هي بيعة العقبة؟ بعد أن قضى النبي رحلة طويلة في تبليغ الرسالة لقريش، وبعد أن كذبوه وصدقه الصحابة رضوان الله عنهم، استمر النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، فكان ينتهز قدوم مواسم الحج لتبليغ دعوته، وكان يدعو الناس للإيمان بالله وترك الشرك وعبادة الأوثان، فاستمر في دعوته رغم ما واجهه من صعوبات التي كانت تواجهه، فكان يواجه تلك الصعوبات بالتحمل والصبر واليقين والثبات، مغتنما الفرص لنشر دعوته بين الناس، باحثا عن جهة يدعو بها تحول دون قريش وظلمها، ليتمكن من تبليغ دعوته. فكان يخرج للأسواق في مواسم الحج، يقابل القبائل العربية ويعرض دعوته عليهم. وفي العام الحادي عشر من البعثة النبوية، قدم وفدين من أكبر قبائل المدينة من الأوس والخزرج، جاءوا من المدينة واستمعوا لدعوة عليه الصلاة والسلام، فصدقوه وآمنوا بدعوته. وفي العام الذي يليه، عادوا مبايعين النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أخبروا قومهم بالذي سمعوه، وسميت هذه البيعة بيعة العقبة الأولى. وكانوا 12 رجلا من الخزرج واثنين من الأوس، وقد طلبوا من النبي أن يرسل معهم من يعلمهم قراءة القرآن، فأرسل عليه الصلاة والسلام معهم مصعب بن عمير، وأطلق عليه آنذاك اسم سفير الإسلام، لما أبلاه من جهد في نشر الدعوة وتبليغ الإسلام، وبدأ ينتشر الإسلام انتشارا واسعا في المدينة، فدخل الإسلام عمرو بن الجموح وأبناءه، وأسلم طفيل بن عمرو وهو سيد دوس، وهي إحدى قبائل المدينة، فانتشر الإسلام انتشارا باهرا في ذلك العام. بعد أن حققت التعبئة الإيمانية والعقيدة الراسخة في قلوب من أسلم من أهل المدينة، والتي كانت لهم بادرة السبق في نصرة المسلمين ونشر الدعوة، ففي العام الثالث عشر من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، تحديدا في الليلة الثالثة عشر من ذي الحجة، قدم من المدينة 73 رجلا وامرأتان من قبيلتي الأوس والخزرج، وأجمعوا على تأييده ونصرته، فبايعوه على أن يحموه وينصروه، وعلى زيارته صلى الله عليه وسلم ومن معه كإخوانهم في الدين ولهم الجنة. فقبل ذلك عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يريد مكانا آمنا لنشر دعوته ورسالة ربه عز وجل. أما أهل المدينة فقد وجدوا من هذه البيعة حلفا شأنهم في أرضهم، ويخفف العداوة بين الأوس والخزرج أنفسهم، وبينهم وبين اليهود، يخفف عفوا، ومن جانب آخر يجد منها مكانا ملائما مع أخواله صلى الله عليه وسلم. ومن الجدير بالذكر، علينا أن لا نهمل أهم المبادئ التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم، التأمين الشامل للأنفس والأرواح والأولاد والأزواج والأنفس بغية سريان الدعوة.